فغفر السور فتعتون أفواجا وفضيت السماء فكانت أبوابا وسيت الزبال فكان شرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما بلابسين فيها أهقاب لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن رب السماء رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فضيت السماء فكانت أبوابا وسيرت الزبال فكان الشراب إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما بلابسين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء عصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن المالك من خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن وزناكم عذابا قريبا يوم ينزل المرء ما قدم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينزل المرء ما قدم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشرات نشطا والصابحات سبقا فالصابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع والرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إن لمردودنا في الحافرة إذا كنا إذا من نخل قالوا تلك ذن كرة خاشرة فإنما هي زرة واحدة فإذا هم بالساهل تاق حديث موسى إن ناده رب الباد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه تغى وقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتكشى فراه الآية الكبرى وكذب وعسى ثم عدل يشفى شرف فنادى وقال أنا ربكم الأعلى فقدوا الله ونقال الآخرة الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فصواها وأغطش ليلها فأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرئت الجحيم لمن يرى فأما من تقى وآسى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلا ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها.